مكتبي، انتبهوا على هذه خطرة، هذه مكتبي نواب رئيس الجمهورية، اثنين من عندهم، احنا ما نريد نذكر اسماء، ايش قد خالين حتى يأسسون مكتبهم؟ 23 مليار دينار تأسيس، 23 مليار دينار. الوزراء ايضا هسه ما راح اذكر اسمه، ما راح اذكر اسمه، بس بعدين اضطر راح اذكر اسماء. ضيافته بالاوراق راح اعرضها انا على الفضائيات، الاسبوع الواحد 25 مليون دينار، يعني بالشهر ايش قد؟ 100 مليون دينار ضيافه شاي وقهوه، مكتبه الخاص. المطعم يعزم ناس، مطعم صمد وغير مطاعم، أنا عندي الوصولات حقيقة، 13 مليون وكسر بس غدا وعشاء وهش. زين أنا بالشهر إيش قد يصير عندي؟ 220 مليون دينار أسبوع واحد مسوي إعلانات بالجرائد، 220، إذا ضربة في شهر إيش قد يصير؟ 880 تقريبا. سيارات مشتري بمليار و424 مليون تقريبا، سيارات نشتري بمليار و424 مليون، مليار و424 مليون.